ناخد بقى صورة لريمي البارودي. ريمي البارودي معاها بنت صغيرة كده في سويس ان، تمام، معرفش دي مين. ريم، هي دي مين يا ريم؟ بصي والله مين. تمام يا ريم، تمام. ريم بتصور طبعا برنامج شارع النهار، فمشغولة، فممكن تكون دي صاحبتها مثلا، بنت اختها، قريبتها. اسألها. لا خلاص، ريم مين دي؟ مين اللي في الصورة معاك يا ريم يا بارودي؟ مين اللي في الصورة معاك دي لو سمحتي؟ لا ردي على محمد حسن لو سمحتي. مين دي يا ريم؟ طبعا ريم ببارك لها، انضمت اخيرا يعني لنقابه الاعلاميين وخدت التصريح وبقت شغاله رسمي دلوقتي. عشان وفي السياق ده تحديدا بقى لازم اذكر طارق سعده، لان فعلا ما بقاش اي حد دلوقتي يقدر يطلع كده يشتغل مذيع، لان النقابه اللي ما عندوش كارنيه او تصريح بتوقفه مباشره، وبتصل الموضوع للسجن 3 سنين. ربنا يستر على الناس كده، انا عارف ناس برضه معهمش. بيوصل الموضوع لثلاث سنين سجن وغرامه. اكيد ما بيتكلمش عليا يعني، ومش عارف بيبص لي بس. اوكي، لا انا بقول ربنا يستر الناس اللي هم عايشين كارنيه نقابه الاعلاميين. احنا مالنا؟ طبعا انا رقم 91 في النقابه. ايوه ماشي، وباهي قوي ان هو من اوائل الناس في النقابه يعني. فالحمد لله. فطبعا ريم البارودي خلاص بقت عضو في نقابه الاعلاميين وعضو في نقابه الممثلين، والحياه ماشيه معاها زي الفل ما شاء الله يا ريم. ما شاء الله، قر عليها بقى، احسدها. لا لا، ريم حبيبتي.